لاعب اوبيلا لكن ضايعه ترجع مره اخرى عند بكر الهلالي. انطلاقه جيده ديال حدراف، حدراف امام وجود المدافعين، كانت مراوغه جيده، دخول مرب العمليات ومحاوله الهدف، هدف رائع لفريق الدفاع الحسني الجديد بواسطه اللاعب حدراف. تجاوز جوج المهاجمين، تجاوز جوج المدافعين، شاهدوا السرعه النهائيه وانطلاقه التمريره الاولى كيفاش انه استطاع يتجاوز جوج المدافعين. لا تغطيه متبادله، لا رقابه حتى الحارس، اذا كاين خلل على مستوى الدفاع فريق حسني تقدير. حتى التموضوع الحارس كان خاطئ، حتى التغطيه هنا خروج الحامل الكره، اللاعب الاخر جاء الوراء ديال الصديق ديالو، وبالتالي كاين خلل كبير على مستوى الدفاع ديال فريق حسنية اكادير. اذا اليوم يسجل على فريق حسنية الهدف الرابع والثلاثون، اذا صفر على بينما يسجله فريق من فريق الدفاع الحسني الجديد. وحنا كنهضروا على الفروق الهوات اللي كتاتي الفضاء، ومحاوله والهدف، ومحاوله والهدف بطريقه رائعه ايضا اللاعب حدراف. غنشاهدوا ربما نومنا حتى حنايا الحسني الجديدي، وايضا الهدف الثاني لنفس اللاعب اي اللاعب حدراف. دائما خطا دفاعي محض، وكذلك التغطيه المتبادله والخروج السريع لحامل الكره، حامل الكره، ولكن ربما كنظن حتى في التسديده ان الكره لمست الجسد ديال اللاعب المدافع ديال الحسنيه، وبالتالي غيرت شيئا ما من مسارها. وعن بركاوي محاوله مراوغه جيده، والحكم يقول ضربه جزاء لصالح فريق الحسنيه. اذا اللاعب البركاوي اللي كان دخل اول تغيير اللي كان في سوق فريق حسنيه تقدير، نشاهدوا مره اخرى والتدخل اللي كان ديال اللاعب اكردوم واللاعب الحارس او الحكم السيد سلمان السيد السابق. خمسه، اذا اللاعب ليركي كيقذف بكل سهوله كيتمكن من تسجيل الهدف.